عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة يا ربي وفي أحسن حال بإذن الله. عملت لكم اليوم جولة محلاها هادية ورايقة في صحراء مول بالشارقة، مول يهبل فيه كل شيء، تلقاو الأحذية والشنط والميكاب وكل شيء كل شيء كل شيء تلقاوه فيه. أنا عملت لكم جولة صغيرة، بالطبيعة ما نجمش نصور لكم كل شيء، ولكن خذوا فكرة وشوفوا الأسعار. وأكثرية المحلات عاملين عروض ما شاء الله، فما بالحق عروض قوية 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 قوية. خليكم تتابعوا الفيديو وتحطوا لي كومنتاتكم وتعليقاتكم وقولوا لي شنو تحبوني نصور لكم الفيديو القادم إن شاء الله بإذن الله. للقاء، باي باي. كما قاعدين تشوفوا الميك اب عاملين عليه عروض، حصلوا تقريبا 99% من المحلات عامل عروض، سواء شنط سواء برفيوم سواء ميك اب سواء ملابس، كل شيء كل شيء كل شيء، ما خليو حتى شيء ما عملوش عليه عروض ما شاء الله. هنا الميك اب كما حتى اللي بخمسة درهم، انا ما ركزتش برشا بصراحه. ان شاء الله نعمل لكم فيديو الكل معناتها من لول للاخر اسعار الميك اب. هذا محل يهبل عجبني اسمه كاربيزا، كما قاعدين تشوفوا عامل عروض على شنط من 25% ل 75%. عنده حاجات حلوين والشنط نتاعو بصراحه خامتهم عاليه عاليه عاليه، انا ما جربتوش ولكن الشنط باينين معناتها جلدهم متين وحاجه حاجه نظيفه معناتها، وسعره يعتبر معقول او رخيص 99 درهم صراحة سعره فيه. انا عجبني الاحمر هذا يسرح له يهبل عجبني، ولكن ما شريتش ان شاء الله فرصة قادمة. شنو برفانات؟ عربية صح؟ شو عطوا لك فرنسي ولا عربي؟ فرنسي. طيب اليوم أي عطر بتاخذي؟ بتاخذي معه 4 فريق. كيفاش؟ شوف أنا اللي عندي براندات، اختاري 5 عطور بتدفعي نساعي؟ طيب. عندك فلورا فلورانس، شوفي لي إياها. فلورانس. أيوة. أوكي. بس هي هالكمامة مش منيحة، حتى الكمامة موجودة ريحتها واو.
فلورانس. هذه قديش فلورانس؟ هاي كمان 275. 275 هذوما كلهم اصلي. في البرزاتشي بتجي بارد كتير. شو كريس؟ كريس ديور. اوكي هذه كريس. ها عندك هاي مسك اذا بتحب المسك، بس مسك بارد. وانا نحب المسك، انا مش في البرفيوم، المسك نحبه، اما البرفيوم ما يعجبنيش. حلو ولا لا؟ حلوه مش بطاله، حلوه. إيه اسمها لا. اوكي بس لحظه، شو اسمها؟ مسك سلام. هاي مسك. اوكي تمام. عندك الملكه بتجي ميكس بين العربي والفرنسي. اوكي اسمها الملكه بيه. مش شمع حاجه بصراحه، ما شمتيها؟ طب اعطيني ايدك. يعني معقولة. طيب عندك الكوكو مزمزر. هاي كوكو، هي مع حلوة. حلوة صح؟ ايه ولا لا؟ روعة. شفتي؟ هيك في لك حبة واحدة بس. نشوفها رجالي؟ اوكي. في شانيل؟ في عندي ديو ارمني. اوكي. هاي وين الكوكو؟ كوكو معه. روعة الكوكو. اليو ارمني. هاي هيك خلصنا. حلوة. هون بتدفعي اعلى واحد. طيب احنا طمع. شو قلنا توا؟ خمسة برفوم. قلنا هذية اليو ارمني. اليو ارمني. كريس ديور. اربا بورا. فلورانس. اوكي الخمسة هذن قديش؟ الاعلى واحدة بيناتهم هي اليو ارمني. هي سعرها 300، فنازل سعرها لل 275. اوكي 275 تاخذ الرينج كلها. 275 واللي معاها هذوم الكل ب 275 معناتها لانه هذا اعلى سعر. هذا الباك والله يا بليش. اعلى واحد بيناتهم. والله يا بليش. والله فهمتك. غير هيك عندي عطورات شعر. شوفي للشعر؟ ايه للشعر ممكن افكر. هلا هون العطر الواحد ب 75، الثلاثة ب 150 العرض يعني. طبعا اها شوفي طبعا بعد الحمام بالساشوري بتمشي بالساشوري. طبعا دخلت الروايح في بعضها. شوفي خصص بالشعر، يعني في زيت ارغان ومفيد للشعر. تهبل تهبل حتى هيك. هاي نوع ثاني شايفة؟ يعني قديش؟ 350 الواحد ب 75. هو اللي الهدايا وهيك اللي حيسافر. حلوة حتى هذي شايفة؟ صراحة روعة الروايح والله. عليك ترجعي للشعر أكثر حاجة. 350؟ 350 تمام؟ تمام أوكي. ربي يعينك بسلامة. كما كنتوا تسمعوا العطور خمسة حبات ب 275 درهم. العطور أصلية وريحتهم تهبل. فما ريحة الشعر أو برفام تاع الشعر. الواحدة 75 درهم، ولكن لو شريتوا ثلاثة ب 150 درهم.